إذن هجرة العقول وهجرة الشباب هل إلى بعض المنافع الاقتصادية لكي نتحمل كل الأسى مثل حالة هذه الأم وهجرة أبنائها وهذه الحالة التي تتكرر واللي منشوفها بمنازل عديدة؟ من الناحية الاقتصادية رح منعالج هذا الموضوع وبضيافتنا دكتور رانيا المارية خبيرة الاقتصاد والتنمية البشرية. مساء الخير دكتور رانيا، أهلا وسهلا فيك بضيافتنا. أيضا بدي رحب بالأستاذ محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج. مساء الخير أستاذ محمد وأهلا وسهلا فيك بضيافتنا. يعني من بعد متابعتنا لهالتقرير رانيا الكل بيتأثر، بيقدر يشعر مع هذه الأم وحرقة قلبها وغياب أبنائها، وإن كانت هي أو حتى مثل ما سبق وذكرت عدة حالات. هل الهجرة أي منافع اقتصادية بتبرد القلوب وتدعو إذا بدك إلى الاطمئنان أكثر؟ يعني أنا عايزة أقول حتى لو ليها بعض المنافع الاقتصادية على المهاجرين وأكيد بترجع على عائلاتهم، ولكن الخسارة بتبقى أكتر من ناحية النفسية والاجتماعية، زي ما بنشوف فقدان الأبناء، لأن هو الهجرة احنا مش مسافرين وراجعين تاني، لا ده هجرة وبعد، فده بيبقى الخسارة أكتر بكتير. ولكن خلينا نتكلم من ناحية الاقتصادية، طبعا بيبقى فيه منفعة عائدة للأسرة وعائدة للدولة نفسها، لا كمان لأن احنا بنقول العاملين بالخارج والفلوس اللي بيحولوها لمصر والأسرهم دي بتخش تاني كعملة أجنبية، والرقم الأخراني اللي طلع على يعني المعدل بتاع الفلوس بتاعت العاملين في الخارج اللي بتدخل مصر حوالي 19 مليار دولار. رقم مش هين، وبالتالي زي ما بقولك كده احنا في مكاسب اقتصادية بتعود على الشخص اللي مسافر لو في نجاح ولقى هناك فرصة عمل كويسة وعلى أسرته. الخسارة بقى خسارة العقول كمان. مرسي جدا ان انت قلتي هذا، يعني الترم احنا مهاجرين مش مهاجرين بس احبابنا وقرايبنا، لا ده العقول والايدي العاملة المهارة والعمال والعلماء والمهندسين والاطباء والمدرسين. يعني احنا بنقول فقدنا يعني كثير جدا من هجرة الناس المتميزين او الناس اللي هم بنقول اللي هيبقى هناك هيسافر وهيقبل وهيشتغل وهينجح اكيد حد متميز. من الناحية التانية في عوامل جاذبة، دي العوامل الطاردة جوانا. هيدي اذا بدك من الناحية السلبية، رح نحكي عن الناحية الايجابية الخاصة فيها رانيا، ولكن مع استاذ محمد بدي ارجع رحب فيك مرة جديدة. بدي تشرح لي اكثر شوي عن الرابطة، عن جمعية تأسيسها، المنضمين لها بماذا يستفيدوا، شو الخدمات اللي بتتقدم لهم؟ أشكرك أولا وأشكركم على اهتمامكم بأبناء الوطن في الخارج، ده موضوع مهم جدا، وطبعا كل التحية والتقدير ل أهلا وسهلا فيك القناة الحياة والأسرة البرنامج. شكرا. وكلام في سرك يا أهلا وسهلا. وأنا أحب بس أعقب على الأستاذة رانيا أقول لها أن المصريين في الخارج أو أبناء الوطن في الخارج، الناس اللي أشارت ليهم العلماء والخبراء، 850 ألف خبير وعالم موجودين بره، بيخدموا بره وماسكين مراكز مرموقه، ودول اقاموا اقتصاديات دول كثيره. نعم. بالاضافه لكده احنا ترتيبنا كدوله مصدره للعماله احنا رقم 5 على مستوى العالم. 5 هي اشارت للعائد الاقتصادي، اقول لها احنا سادس دوله على مستوى العالم اولادها بيبعتوا لها فلوس. نعم. في عندك عدد احصائيات استاذ محمد بعدد المهاجرين تقريبا المصريين في الخارج؟ نعم. احنا كاتحاد عام للمصريين في الخارج طبقا لمركز البحوث والدراسات الاقتصاديه عندنا بيشير ان الرقم 10 مليون مصري مهاجر، هجره سواء دائمه او مؤقته او مؤقته في المنطقه العربيه وخلافهم. نعم. بالاضافه الى هذا ان المصريين في الخارج هذا الرقم في بالنسبة لوزارة الداخلية في تقريبا في حدود 8 مليون، جهاز مركزي للبيع والإحصاء بيقول 7 مليون 600 ألف، الخارجية بتقول 9 مليون، احنا بنقول 10 على اعتبار فيه هجرة غير منظمة أو نقدر نسميها هجرة غير قانونية. نعم. بالإضافة. نعم. أيضا هي أشارت لنقطة مهمة جدا، مش العقد الاقتصادي وبس، هي بتقول إن المصريين في الخارج أو أبناء الوطن في الخارج غربة وحرمان وكذا، ده حقيقي، ده بالنسبة لنا احنا الفقر اللي احنا بنعيشه وهو الشعور بالدفء، لان دايما ابن الوطن ما بيحبش ان هو يبقى مواطن مغترب ابدا، لانه صاحب وطن.
ولذلك صح. احنا بنقول للدولة دايما نحن لسنا مواطنين فقط ولكننا أصحاب وطن، وينبغي أن نتعامل سواء في الحقوق اللي ما عنده والواجبات. اللي ما عنده وطن ما عنده هوية بالتأكيد صح. ده كل الدول بتنادي ولادها بس احنا عندنا أمل كبير في الفترة اللي جاية أن يحصل هجرة عكسية من كافة دول العالم عودة يعني. يعني احنا لنا حوالي 52% في مختلف بلدان العالم و 48% في الدول العربية. بنتمنى ان شاء الله ان تحصل هجرة عكسية عند تحسن الوضع الاقتصادي. حضرتك سريعا كمان ارجع سريعا على الاتحاد العام للمصريين في الخارج. الاتحاد العام للمصريين في الخارج ده اتحاد بيضم كل الجاليات والأندية والروابط اللي موجودة برا. احنا عندنا حوالي 8000 جمعية موجودة خارج الوطن. 8000 ده الاتحاد معلش يؤسفني ان احنا بنضم حوالي 278 نادي ورابطة واتحاد فرعي. ايه هدف لهذا الاتحاد لما انشئ سنة 75؟ ده نتج عن المؤتمر الثالث للمصريين في الخارج. المؤتمر الاولاني انشأ شركة تضم المصريين، كل المصريين الموجودين برا. كان عدد المؤسسين في شركة المصريين آنذاك سنة 83 4200 مصري طالعين من 27 محافظة. نعم. وده كانت قيمة كبيرة جدا، وما زالت هذه الشركة موجودة وبتتداول أسهمها في البورصة ومن أنجح الشركات، ونشأ عنها 18 شركة فرعية. نعم. نأتي بعد كده، طب ليه الاتحاد ده؟ ليه وعشان ماذا يقدم من خدمات؟ كيف هدف الاتحاد هو الاهتمام بالمصري، بؤرة اهتمامه المصري المقيم في الخارج. ازاي يعني؟ كان ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. نمره الحاجه اللي بعد كده بتليها ان هو بيربطه يتواصل مع الوطن الام. ازاي؟ احنا بنقيم مؤتمرات وبنقيم ندوات في كل منطقه دول اوروبا الغربيه، منطقه امريكا وكندا واستراليا بنقام فيها، منطقه الخليج العربي ايضا، باقي دول العالم بنعمل مؤتمر شبه سنوي. قد يكون كل سنه او كل سنتين، بيعقد في الوطن الام وبالنادي زمايلنا من بره ييجوا، بنناقش مشاكلهم، بنناقش امورهم، بنناقش علاقتهم الاقتصاديه مع الوطن الام. بتستجيب الدوله لجزء كبير من مطالبنا. نعم. ومن بينها قبل كده كانت حاجات اجتماعيه زي حق المصريه واولادها في الجنسيه. حق المصريه واولادها انها تخش بغير تاشيره، حق كافه الحقوق الخاصه بالمواطن.